الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية بالعناوين. رئيس مجلس النواب يجري لقاءات في جمهورية مالطا لبحث تطورات الأزمة الليبية وآليات حلها. رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية سبل تطوير التعاون الصحي. تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 حالة شفاء. الليبيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف ويجوبون الشوارع بالمدائح والموشحات. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. عقدت في القصر الرئاسي بجمهورية مالطا مباحثة ثنائية على مستوى القمة بين الجانبين الليبي والمالطي، حيث ترأس الجانب الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وترأس الجانب المالطي جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا. المباحثات الثنائية تطرقت إلى آخر تطورات الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها، كما تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وكان المستشار صالح قد وصل أمس إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين. هذا وحضر المستشار عقيلة صالح اليوم اجتماعا تقابليا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري ووزير الخارجية عبد الهادي اللحويج مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا، وذلك بتنسيق وحضور وزير الخارجية المالطي بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية. الاجتماع تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا، خاصة دول حوض المتوسط وتحديدا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اتصالا هاتفيا من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحكومة البريطانية جيمس كليفرلي للتباحث حول آخر مستجدات الأزمة الليبية. وحسب موقع المجلس، فقد أعرب كليفرلي عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل لتحقيق السلام الشامل، مضيفا أن هذه الخطوة ستمثل تقدما ملموسا في الأعمال التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. طالب عضو مجلس النواب الهادي صغير بالضرورة التوازن في اختيار الأسماء المشاركة في الحوار السياسي الليبي بين الأقاليم الليبية الثلاثة وبين مكونات القبائل في هذه المناطق للخروج بأسماء مقبولة، حتى لا تكون هناك اعتراضات على مخرجات الحوار المزمع عقده في تونس. أصغير وفي تصريحات لموقع العين الإخبارية أمس، دعا البعثة الأممية إلى مراجعة بعض الشخصيات المقترحة أو إضافة بعض الأسماء الأخرى للوصول إلى توافق أكثر، لأن ليبيا في أمس الحاجة لخروج مشرف من الانقسام السياسي. واستبعد النائب صغير أن يكون الحوار في تونس مثمرا، معربا عن تمنيه أن يلقى قبول غالبية الشعب الليبي وأن ينتج عنه تقارب أكثر في وجهات النظر. رحب البرلمان العربي بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، والذي قال إنه يمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار ليبيا. هذا وجدد البرلمان في بيان أصدره أمس دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، مؤكدا على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددا الرفض والإدانة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن والاستقدام الممنهج للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.
كما رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وتوصل الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم. كما رحبت الدول الأربع بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو في 26 أكتوبر. ودعت الدول في بيانها الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، معربة عن تأييدها لملتقى الحوار السياسي من أجل تشكيل حكومة جديدة ووضع ترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري تنسيق الجهود بين روسيا ومصر بهدف إيجاد حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ليبيا وسوريا. وناقش الجانبان الأجندات الإقليمية والدولية بالتركيز على المساعي المعمول بها لإيجاد حلول واضحة من خلال طريقة سياسية دبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك ليبيا وسوريا. بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اجتماع إلكتروني مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومدير منظمات الرعاية الأولية عمل تلك المنظمات في المجال الصحي وأهم العراقيل التي تواجهها. العقوري أكد حرص مجلس النواب على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها، كما عبر عن الرغبة في تطوير التعاون معها في مجالات صحية أوسع كتطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا. المجتمعون أعربوا عن شكرهم لما تقدمه لجنة الخارجية من دعم لتلك المنظمات لتسهيل إجراءات عملها. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 3875 عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز أمس. هذا كما كشف المركز في بيانه رقم 235 حول الوضع الوبائي في ليبيا تسجيل 819 حالة شفاء و16 حالة وفاة. تفاصيل الوضع الوبائي المحلي نتابعها في هذا التقرير. 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا هو الرقم الذي سجلته ليبيا الخميس حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 235. وحسب البيان دائما فإن الأعداد الجديدة منها 760 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين. آخر الإصابات توزعت على 35 مدينة. وقالت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن النسبة الأكبر في أعداد الإصابات سجلتها طرابلس ب 466 حالة موجبة. أما نسبة الشفاء في البلاد فهي الأخرى مرتفعة مقارنة بأعداد الإصابات التي تسجل يوميا، حيث تم تسجيل 819 حالة شفاء على مستوى ليبيا توزعت على 12 مدينة. أما عدد الوفيات الخميس على مستوى البلاد فقد بلغ 16 حالة، هي الأخرى توزعت على 9 مدن. بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض كشف عن الحصيلة العامة للوضع الوبائي بالبلاد، مؤكدا أن إجمالي الإصابات حتى الآن بلغ 60,628 حالة، منها 25,412 حالة نشطة. أما المتعافون فقد بلغ عددهم 34,369، والوفيات 847 حالة. إصابات تسجل يوميا وبأعداد متفاوتة لكنها تبقى دائما مرتفعة، فلا حل لمنع انتشار العدوى سوى وعي المواطن وخوفه على من حوله من خلال التزامه بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.
أفادت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة خلال إجازها اليومي لمختبر مصراتة المرجعي أمس بأنه تم فحص 26 عينة، منها 13 عينة موجبة. وقالت اللجنة في بيانها إن عدد حالات الشفاء بلغ 68 إلى جانب 3 وفيات. أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية بني وليد تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع. وجاء في البيان تماثل 40 حالة للشفاء، في حين تم تحويل 3 حالات إلى مراكز العزل، كما تم تسجيل حالتي وفاة. أعلن فريق الرصد والتقصي ببلدية صرمان تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا. وأوضح الفريق في نشرته اليومية أن الإصابات توزعت على 4 جديدة و6 لمخالطين، مشيرا إلى تسجيل 4 حالات شفاء. وأضاف فريق الرصد أن إجمالي الإصابات في صرمان بلغ 605 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 272 حالة. أما الوفيات فقد بلغ عددها 30 حالة وفاة. مركز الرصد والتقصي بخليج السدرة إن نتائج التحاليل بمستشفى بن جواد العام بيّنت تسجيل 6 حالات موجبة من 13 عينة تم إرسالها لفحص PCR. أوضح المركز أن الحالات الموجبة تعود لحالة جديدة من بن جواد، وثلاث حالات من منطقة رأس لنوف، وحالة مخالطة من رأس لنوف، وحالة جديدة من العجلات. هذا كما أشار المركز إلى تسجيل 4 حالات شفاء. كما أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية غدامس أمس تسجيل 16 حالة شفاء بالمدينة، ليصل إجمالي حالات التعافي حتى الآن إلى 87 حالة. وأعلن فريق الرصد تسجيل 3 حالات موجبة لمخالطين، ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 34 حالة في المدينة، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لكافة المواطنين بمدينة غدامس. أعلنت إدارة مستشفى غدامس العام أن فريق الرصد والتقصي سيطلق اليوم حملة لأخذ مسحات عشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الطب العسكري في المنطقة الغربية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت في إطار مكافحة فيروس كورونا ومع حلول فصل الشتاء ولمعرفة مدى انتشار الفيروس ببلدية غدامس. إدارة مستشفى غدامس دعت كل من يرغب في أخذ المسحة والكشف عن الفيروس إلى التواجد في المستشفى على الوقت المحدد ابتداء من عصر اليوم. أحيا سكان منطقة الكيش القديم في مدينة بنغازي ذكرى المولد النبوي الشريف. كاميرا قناة ليبيا تابعت الاحتفال وعادت لنا بالتقرير التالي. أقيمت بمدينة بنغازي العديد من الاحتفالات في مختلف مناطق المدينة، وكانت منطقة الكيش إحدى هذه المناطق. أهالي منطقة الكيش القديم وكعادتهم كل عام احتفلوا رفقة الزوايا الصوفية وتجولوا في شوارع وأزقة المنطقة، وهم يرددون المدائح والموشحات التي تروي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في منطقة الكيش القديم، وكيش القديم تعرفها بهذه المراسم وبهذه التقاليد، تحيا في هذا التراث الطيب اللي هو احتلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أجواء شعبية، أجواء تدل على الانتماء، جميع الجيران يكون لهم تجمع ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يقومون بجولة كبيرة، يشارك الكبار والصغار والأطفال. هي عادة دأب عليها الليبيون منذ زمن طويل، الاحتفال بمولد النبي محمد عليه السلام، فلا يكاد يخلو شارع في بنغازي أو المدن الأخرى من مظاهر الاحتفال بذكرى مولد سيد الكائنات. بعد غياب لأكثر من 10 سنوات، الزوايا الصوفية بدرنا
تحتفل بالمولد النبوي الشريف في مظاهر تعمها البهجة والألفة، تأكيدا من مواطني المنطقة على حبهم للرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لنتابع. أحيت زاوية الروضة العيسوية في درنا ذكرى المولد النبوي الشريف بدءا من أمام مسجد الصحابة في موكب احتفالي مشيا على الأقدام إلى مقامات وأضرحة مقبرة الصحابة في مشهد غاب عن درنا لسنوات بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة. وتخللت الاحتفالية الأذكار والمدائح والأناشيد في حب سيد الخلق أجمعين أحياء لمولده وتمسكا بسنته وسيرته العطرة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بهذه المناسبة العطرة التي تغير بمولده صلى الله عليه وسلم كل الكائنات والإنسانية، فكان اختيار شهر ربيع الأول دون غيره لتشعر الإنسانية أن لا ربيع لها إلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإني أتقدم باسم زاوية الروضة العيسوية في مدينة درنا إلى كل السادة منتسبي الطرق الصوفية في ليبيا بأجمل المعايدات والتبركات، وإلى كل القادة في هذه البلاد، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. من مدينة درنا السمحة لاحتفال بمولد النبوي الشريف. اللهم يا رب يعيد علينا وعلى أمة محمد، اللهم احفظ البلاد والعباد، يا رب جال حبيب أن تحفظ البلاد والعباد. هنا في درنا حاولت الجماعات الإرهابية في وقت سابق السيطرة على هذه المدينة ومحو تاريخها وأصالتها وأثارها، ولكن تلك المدينة هي نفسها تلك البقعة التي يقف فيها هؤلاء المواطنون ليترحموا على كل من صاحب النبي في نشر رسالته واستشهد ودفن في مقبرة الصحابة بدرنا. درنا تؤكد من جديد أنها ما زالت تحافظ على هويتها الدينية والتاريخية والثقافية في كل مناسباتها ومحافلها. حساب العصيان في القسم مولاي صلي وسلم دائما. أقامت اللجنة الإدارية بمسجد زكريا في منطقة المحجي بزرمان احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، حضره أهالي المنطقة من شيوخ وشباب المدينة. وفي كل عام يستعد أهالي المنطقة لإحياء هذه الذكرى بالأذكار والمدائح النبوية والقصائد النثرية وقراءة قصة المولد للإمام البرزنجي مع قصائد أخرى مألوفة في مثل هذه المناسبات. كما أقام أهل المنطقة وجبة عشاء للحضور إضافة إلى توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال. فإنه ووفق ما جرت به العادة في هذه المنطقة، منطقة سيد زكريا بصرمان وبالتحديد داخل قبيلة المحاجيب بصرمان، منذ عشرات السنين أو مئات السنين ومع بداية شهر ربيع الأنور يبدأ الاستعداد للاحتفال بذكرى مولد سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال إحياء جميع الليالي الأولى من شهر ربيع الأنور بالأذكار والمدائح النبوية المتمثلة في تخميس القصائد الوترية والمشهورة والمعروفة بالبغدادي. تحت شعار فداك يا رسول الله، نظم بيت شباب صرمان مساء أمس الخميس بمشاركة نادي شباب الغربية وقفة تضامنية لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وجه ما تعرض له من رسومات مسيئة من قبل الغرب وخاصة فرنسا ورئيسها مؤخرا. وأصدر المشاركون في الوقفة بيانا أكدوا فيه استنكارهم الشديد للحملة الشرسة التي يتعرض لها نبينا معتزين بنصرته، وأن هذه التصرفات هي سلوك همجي وخطاب عدائي وإثبات قاطع على نشر خطاب الكراهية بين شعوب العالم. ودعا المشاركون في الوقفة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية واتخاذ الإجراءات السياسية ضد فرنسا ورئيسها. نحن شباب مدينة صرمان خرجنا اليوم الخميس موافق 29/10/2020 من بيت شباب صرمان نصرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وما يتعرض له من إساءة مباشرة ومتكررة من عداء صريح للإسلام والمسلمين، مؤكدين عبر هذه الوقفة الاحتجاجية استنكارنا الشديد للحملة الشرسة التي يتعرض لها نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، معتزين بنصرته كلنا وأهلنا ودوينا وأنفسنا وأموالنا فداء له،
ونرد عليهم بخروجنا هذا بأنه هيهات هيهات أن ينالوا منك يا سيد الخلق أجمعين ويا من بعثت رحمة للعالمين، ونعتبر أن ما صدر من فرنسا ورئيسها نحن رسولنا الكريم من سلوك همجي وخطاب عدائي إثبات القطاع على نشر الكراهية بين شعوب العالم. خرجنا في مظاهرة ضد الإساءة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، وتعرض لها الأمة الإسلامية من إهانة للإسلام والمسلمين من قبل دولة فرنسا كسرها الله ورئيسها الذي يدعى إيمانويل ماكرون. ونحن ندين هذه الفعلة، ندعو الأمة الإسلامية جمعاء إلى مقاطعة دولة فرنسا ومنتجاتها لعلها تكون رادعة لما تفعله هذه الدولة من إهانة للنبي الكريم. الثامنة متواصلة وفيها بعض الفاصل. وقفة احتجاجية في مدينة جالو لمطالبة الجهات المختصة بحل أزمة الوقود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وهذا تذكير بعناوين الثامنة. رئيس مجلس النواب يجري لقاءات في جمهورية مالطا لبحث تطورات الأزمة الليبية وآليات حلها. رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية سبل تطوير التعاون الصحي. تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 حالة شفاء. أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بتقديمه جلسات للدعم النفسي الاجتماعي ل 71 مهاجرا بمركز إيواء طريق السكة في طرابلس. وتأتي جلسات الدعم هذه من خلال الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا. يذكر أن الصندوق قدم جلسات توعية بشأن المواضيع المتعلقة بالنوع الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي ل 133 امرأة وفتاة، ودورات حول مهارات كسب العيش ل 147 امرأة. أقام فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمرج احتفالا بمناسبة افتتاح وحدة الخدمات الضمانية فرزوغة بحضور كل من مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات ومدير إدارة الإعلام والتوعية الضمانية ومساعده وبعض المسؤولين ذوي الاختصاص. هذا وأثنى الحاضرون على اهتمام صندوق الضمان الاجتماعي بشريحة المتقاعدين من خلال إنشاء المكاتب والوحدات وتقريب الخدمات الضمانية لمستحقيها، كما اطلعوا في ختام الاحتفال على التجهيزات والإمكانيات التي تم إعدادها في الوحدة. هذه الوحدة ستخفف المعاناة على المتقاعدين وعناء التنقل والسفر إلى الفرع الأساسي، فحتمنح كافة الصلاحيات المخولة لها قانونا في استقبال المتقاعد وإنهاء مشاكل المتقاعدين، مراجعة ملفاتهم واستخراج شهائد المرتبات والاستفسار عن معاشاتهم من حين إلى آخر. وبالتالي هذا يعتبر إنجاز من
إنجازات صندوق الضمان الاجتماعي. هذه الوحدة من ضمن خطة السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتنفيذا من السيد مدير فرع المرج لتوسيع الخدمات الضمانية توافقا وتناسقا مع حصول صندوق الضمان الاجتماعي على الجوائز الدولية من الجمعية الدولية الإيسا في خصوص تجويد الخدمات. جاء هذا الافتتاح وهذا الإنشاء الجديد وهذا المقر وفق استراتيجية صندوق الضمان الاجتماعي بالتوسع الأفقي بما افتتاح مكاتب خدمات وإيصال الخدمة لمستحقيها. بارك الله فيهم موظفي صندوق الضمان الاجتماعي المرج زملائنا الكرام وعلى رأسهم السيد مدير الفرع بهذه الدعوة الكريمة، وبناء على تعليمات من السيد رئيس مجلس الإدارة بسرعة افتتاح مثل هذا المقر وهذا الصرح. أفادت شركة البريغا لتسويق النفط بأن حركة الناقلات ما زالت مستمرة ومجدولة بشكل طبيعي، مضيفة أن تأخر رسو الناقلة أنوار إفريقيا كان بسبب سوء الأحوال الجوية بعد وصولها إلى منطقة المخطاف. الجدير بالذكر أن ناقلة أنوار إفريقيا تحمل على متنها 34 مليون لتر من وقود البنزين، وقد باشرت بالفعل في عمليات التوزيع على شركات التوزيع دون أي عراقيل. عقد اجتماع موسع بديوان بلدية جالو برئاسة عضو المجلس التسييري فرج عقيلة لاستعراض خطوات ونتائج الاجتماعات التي عقدتها البلدية طيلة الأسابيع الماضية مع الجهات المسؤولة عن إمدادات الوقود. هذا وتم التطرق في الاجتماع الذي حضره كل من مديرية أمن جالو وجهاز الأمن الداخلي ووكيل الديوان وأصحاب محطات الوقود إلى خطة تفعيل البطاقات وتحديد اللجنة المختصة والتي من مهامها التفتيش على البطاقات وتحديد ساعات فتح وإغلاق المحطات. هذا وطلب مواطنو مدينة جالو في وقفة احتجاجية لهم مجلس النواب والحكومة الليبية والقائد العام للقوات المسلحة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة الوقود التي أدت إلى عدم توفر الأغذية والخضروات ما أجبر المواطنين على جلبها من خارج المدينة. يشار إلى أن الوقود قد انقطع عن مدينة جالو بعد توفره لعدة أيام، وعليه اضطر مواطنو المدينة إلى شرائه من السوق السوداء، حيث يصل سعره إلى عشرات أمثال سعره المدعوم من الدولة، ما فاقم من معاناة أهالي المدينة. في هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل أزمة الوقود اليوم 29/10 الخميس 29/10/2020 في ظل أزمة الوقود بصراحة في اللوحات عامة وجالو خاصة، أزمة الوقود التي تفاقمت كل يوم تزيد عن يوم والناس تضررت. نطالب الحكومة المؤقتة بصفتنا نحن نقع تحت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، نحن نعاني من نقص الوقود لأكثر من أسبوعين أو أكثر، ولم تخرج شركة البريغا لتسويق النفط بأي توضيح واكتفت بالصمت. نحن سكان جالو منذ استلام الحكومة المؤقتة في 2014 زمام الأمور في المنطقة الشرقية لم تقدم أي شيء يذكر للمناطق. انطلق بملعب نادي اللبة الرياضي تجمع منتخب جالو لفئة الأمال بحضور اللجنة المشرفة على اختيار المنتخب وعدد كبير من لاعبي فئة الأمال من مختلف أندية المدينة، حيث تم إجراء بعض الاختبارات المبدئية للاعبين وإجراء مباراة قسمة شارك فيها جميع اللاعبين الحاضرين. هذا سيستمر تجمع اللاعبين لمدة يوم أو يومين قادمين، ومن ثم سيتم اختيار قائمة مبدئية تمهيدا لخوض المباراة الودية أمام منتخب خليج سرت الأيام المقبلة. اليومين هذين إن شاء الله يكون في اختبارات لتنقية أفضل اللاعبين لأخذ القائمة النهائية، إن شاء الله هتكون إن شاء الله ممكن 18-20 لاعب قاعدين نعدوا في اختبارات والمجموعه كويسه، لكن ممكن العامل البدني لان ممكن بحكم ان الفتره المنافسه كانت طويله، وان شاء الله نعولوا عليهم مجموعه كويسه طيبه ان شاء الله مع التمرين ان شاء الله حنعدوا منتخب جالو وحيكون دائما حيكون مستمر باذن الله عز وجل. فاصل قصير وتتابعونا في اخبار الثامنه الدوليه. الاصابات العالميه بفيروس كورونا تتجاوز 45 مليون اصابه. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. زادت الإصابات اليومية العالمية بمرض كورونا إلى حوالي 25% خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أمريكا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذا وتجاوز إجمالي الإصابات العالمية 45 مليون حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 1,180,000 وفاة منذ بدء الجائحة. وفي هذا الصدد سجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66% من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76% من الوفيات. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 48,648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8,090,000، في حين بلغ عدد الوفيات في الفترة ذاتها 563 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 121,090 حالة وفاة في البلاد منذ تفشي الوباء. الجدير بالذكر أن الهند تعتبر ثاني دولة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالي 9 ملايين حالة. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 11% خلال العام الحالي بدلا من 10% مثلما سبق التنبؤ به قليل قبل أسابيع. يأتي تصريح وزير المالية بعد بضعة أيام من انتشار دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية في العديد من الدول العربية والإسلامية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام والمسلمين والرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد، حيث إنه يتوقع لهذه المقاطعة أن تلحق أضرارا بالاقتصاد الفرنسي، والذي يحاول ماكرون أصلا إنعاشه بخطة اقتصادية بمبالغ ضخمة للتعافي من الركود الذي ألحق به وباء كورونا. قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2 مليون شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد أن ضرب إعصار زيتا ساحل خليج المكسيك وانتقل إلى الشمال الشرقي. يشار إلى أن هذه خامس عاصفة تضرب لويزيانا هذا العام والعاصفة رقم 27 هذا الموسم، محدثة أضرارا وخسائر جسيمة، حيث تسببت في عمليات إجلاء وقطعت وصول ملايين البراميل من النفط والغاز إلى الولايات المتحدة. وفي ختام النشرة لم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يجري لقاءات في جمهورية مالطا لبحث تطورات الأزمة الليبية وآليات حلها. رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية سبل تطوير التعاون الصحي. تسجيل 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 حالة شفاء. نهاية الثامنة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.